aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. هاتي العلبة. شو بك؟ هاتي. انت وينك لهلا يا مقطوفة الرقبة؟ عم تكذبي علي مو هيك؟ احنا اجينا لعندك على الشغل وما لقيناكي. ليش لحتى تجوا لعندي على الشركة؟ شو عم تقول؟ قال نحن شو جابنا لعنده وما بدها ايانا نزورها بشغلها. شو يعني خايفة نعرف بكذبتها؟ حياة. اسمعي، نحن اجينا لعندك على الشركة مشان نشوفك، قالوا لنا انه ما في موظفة هون اسمها حياة. طيب، بس بدي افهم، انت بأي شركة بتشتغلي بنتي ولوين عم تروحي كل يوم الصبح؟ انت عم تكذبي علينا، إذا بيدرى أبوكي، بتعرفي شو ممكن يعمل فينا؟ ما هيك؟ شو بدي أعمل إذا سألني؟ شو بدي أقول له أنا؟ أوف 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 أوف، شو هاد؟ هذا هو الجمال اللي أنا بحبه. فيها كل المواصفات مو ناقصة شيء. أي والله عن جد حلوة وأنيقة كتير كمان. شو هالسحر اللي فيها ما عم صدق بتجنن. لك حتى ما فيها عيوب بنوب وكل شي فيها عالليبرة. والله عجبتني كتير وما في مثلها اتنين. وأنا بحب الشغلات النادرة. صار بدي روحه على شي جزيرة. لازم ارتاح واطلع لي شي رحلة كم يوم. والله كتير منيح، بس لا تنسى تخبر أمي بالموضوع مشان ما تفكر إنك رح تروح لحالك وبدون ما تاخدها. رح ساوي لها مفاجأة بابا. إذا أمي ما وافقت ولا يهمك، أنا بروح. يعني أكيد هيك رحلة ما بتتفوت، منقضي كم يوم حلوين ومننسى الدنيا كلياتها. لك ما في أحلى من السفر. ها؟ هلأ كنت بدي أبعت وراك تجي لعندي. تعال هون مراد، بدي ورجيك شغلة حلوة كتير. بابا كأنه مراد مو على بعضه، ليك من وشه مبين. أنا مزعوج من هاي البنت وما بقدر أتعامل معها، مستحيل تزبط بالشغل أصلاً. ما فهمت، أي بنت؟ هاي البنت المغرورة، حياة، سونا، بنت رفيقك، تركت الشغل. أمي؟ ليش قالوا لنا انك مو هون؟ قولي، ها؟ مانك موظفة عندهم؟ طبعا انا موظفة عندهم امي. هدول اللي سألتيهم الريسبشن هون ما بيعرفوا. يعني بظن انه اسمك لازم يكون بين قائمة الموظفين بالشركة. طيب وليش ما كنتي عم تردي على موبايلك من الصبح؟ بس بدي افهم، نحن لشو جبنا لك موبايل؟ انا ما انتبهت له لحتى رد، كنت مشغولة. المدير كان بعت وراي، بعدين عادي، بس شوف مكالمتك برجع بتصل. بعدين إذا ما بشتغل هون كيف إجيت بهالسرعة؟ إيه؟ هلو نوران خانم، أنت شو عم تعملي بالشركة؟ شو هالسؤال الغريب هاد؟ أنا بشتغل هون حياتي. يمكن ظلمناها للبنت، شفتي؟ إيه؟ مزبوط حكيك. مين هدول؟ ممكن تعرفينا؟ هدول بيكونوا شو بدي قلك يعني؟ هدول الستات ماشيين أصلاً، أنا كنت عم ودعهم. يلا روحوا أنتوا هلأ، شوفكم بعدين. بنتي شو صار لك هيك فجأة؟ شو بكي؟ قولي لها إني أمك، شو المشكلة يعني؟ هي أمك؟ هلأ أنتي أمها لحياة؟ إيه أنا أمها. وهي اللي معي جارتنا بتكون. بعرف انه ابوها رفيقك،
بس هي بنته ما عندها خبرة بنوب بأي شيء بالحياة. روق ابني، هدي لي أعصابك واحكي لي يلي صاير بهدوء. تخيل لسه ما لحقت تداوم، مجرد ما حكيتها كلمتين مشان الشغل فوراً قدمت استقالة. طيب ليش استقالت؟ أنا بقول لك شو السبب بابا. أخي ما بيعرف شلون يتعامل مع البنات، وهي البنت حساسة ما بتقدر تتحمل. مزبوط مراد؟ أنا كتير كنت محترم معه، وأنور عم يبالغ مو أكتر. شوف مراد، أنا على طول بحترم قراراتك اللي بتخص الشغل بالشركة وما بناقش فيها، بس هلأ للأسف مجبور أفهم اللي صار معك، لأنه أبوها لهالصبية غالي على قلبي ومحترم. إن شاء الله دايمة، وشكراً كتير على القهوة اللي إجت بوقتها. ها، طالما خلصتوا شرب القهوة تفضلوا بلا ما ترد عنا شغل. على شو مستعجلة ماي دير؟ لسه ما عرفتهم بحالي. أنا نوران خانم، نوران يانك أوغلو، المصممة المشهورة. طبعاً أنا معروفة وما حدا بالعالم كله ما بيعرف تصاميمي أو مو سمعان باسمي. ما شاء الله ما شاء الله. أنا كتير بهنيكن على هالترباية ما شاء الله، والله بنتكن عليها أدب وأخلاق وشطارة وجمال ومو ناقصة شي بالمرة. بيرفكت. شكراً، هاد من ذوقك. شكراً نوران خانم. نوران، ركزي أمي، نوران. يلا بقى قوموا معي لأنه الخانم عنده شغل كتير. إيه مزبوط عم تحكي بنتي. إيه مو حلو إنه نضل قاعدين هيك، خلينا نمشي لأنه هلأ بعدين بيقلعونا. إيه انبسطت كتير بشوفتك نورما خانم. نورما كمان اسم مانو سيء. نوران حبيبتي، نوران تذكري ما تخافي، بنتك بالحفظ والصون. يلا يلا امشي، استنى زيارة تانية. يلا 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 حبيبتي، شوفك المساء. الله معكم، مع السلامة. وهلا بدك تحكي لي كل شي صاير وبالتفصيل. قولي لي مين هدول ومين بتكوني. شلون يعني؟ من كم يوم وانتي عم تحكي على الموبايل قلتي بعظمة لسانك انه امك متوفية. كرر سؤالي، مين هدول العالم؟ هلأ بدي أعرف يا حياة. فوق كل شي صار معي اليوم، نوران خانم كملتها. قولي لي كيف يعني كملتها؟ شو صار معك يا روحي؟ أسيل، عم قلك أمي وفادي أجوا لعندي لهون، أنتي ما عم تفهمي علي؟ يعني كان يومك كله سيء وما في شي منيح، مو هيك؟ المهم بس ما يكون شغلك تأثر. مديري مراد اتهمني بإني وحدة خاينة، فقدمت استقالتي. ومنشان تكمل، نوران بتجي بتسألني عن أمي وفادية. تخيلي الموقف اللي صار وكيف حليتي القصة. لازم تكوني فكرتي بذكى حياة، يعني عرفتي شو تحكي منيح. حياة لا تكوني قلتي لها لنوران إنه خالي أمينة بتكون أمك، والله بتعمليها لأنك مجنونة. لا والله ما ساويت هيك، بس عملت شي تاني. أمينة خانم هي الخدامة اللي ربتني واعتنت فيني، تشتغل عنا من فترة طويلة. طيب ما سألتك ليش عم تتصرف كأنه أمك؟ لأنه المسكينة خسرت بحادث سيارة اثنين من أولادها، مشان هيك بتحبني. ايه وشو صار بعدين احكي؟ وبعد هداك اليوم اختل توازنها كله، وهالحادثة تسببت لها مشاكل نفسية كبيرة، واعتبرتني مثل أولادها وربتني بداله، بس أكيد ما نسيتهم. يعني أولادها ماتوا بحادث سيارة؟ والله إني كنت مجبورة أقول هالحكي. أكيد تأثرت بحكيك، ما بتتخيلي قديش. نوران خانو بترجاكي لا تساوي بحالك هيك، حرام عليكي، ما بصير هالشي، الموضوع عاجي وبصير كتير. لك الله يعين لهالمرة، شو تعذبت محمد، زديني حياتي غصب عني عم ابكي.
يا كثير تأثرت بالقصة. ها وأخيرا أنا عم دور عليكي وأنتي هون. أنا خلص تركت الشغل تالا. ما بيهمني هالشي، بس عزت بيك ناطرك بمكتبه. مين قلتي؟ أبو لمراد بيك حبيبتي. شوفوا يا أولاد، عم بحكي معكم هلأ مو بصفتي مدير الشركة أو صاحبة، بس بصفتي أبو لمراد ورفيق أبوك اللي بعزه كتير. بدي أعرف بالتفصيل شو اللي صار بالضبط. مراد الخانم بالأول سونا. الحقيقة أنه ابنك ما بيعرف الزق إلا قدامك وما بيتعامل فيه بنوب معنا. أنا بكون مزوق مع اللي بيستاهل. أنا مو معقول ضل على هالوضع كل يوم مع شخص ما عنده احترام إلي بنوب، وأنا مالي مضطرة أصلاً أني أتحمل هالشي. أنت بتعرفني أني أنا كتير محترم وما بغلط مع حدا بنوب، بس اللي بيغلط أكيد بده يتعاقب. ما بحب الغلط، ما بطيقه. خلصنا، بكفي. إذا قلت لكم إني عم بحكي معكم بصفة أب، مو لحتى تاخدوا وش وتتخانقوا قدامي مثل الأولاد. طبعاً، بس بدي أعرف شغلي وحدة، أنت ليش استقلتي من شغلك؟ يا ريت تسأله وهو بيقلك. مراد حست حالها ما لقد هالشغلة، وإنه لازم تستقيل لتصلح الموقف تبعها. إيه وشو هو هالموقف اللي بدي صلحه بالله؟ احكوا لشوفوا وخلوني أعرف شو اللي صاير بقى. أنا ما عندي شيء أحكي بنوب، تربيتي ما بتسمح لي أقول شيء. عمي خليه على راحته، أصلاً ما بيهمني إذا حكى أو ضل ساكت. أنا غلطت إني اشتغلت هون، بتشكركم كتير على هالفرصة، كنت بتمنى من قلبي إني كفي معكم، بس أنا حابة أطلب منك طلب. قولي لي يا بنتي. بتمنى إنه ما تقول لبابا شو اللي صار معي، يعني أنا حابة هالشي يضل سر. طبعاً طبعاً لا تخبري، أكيد هذا هو الشيء الصح. شكراً كتير على كل شيء، خاطرك. الله معك يا بنتي، مع السلامة. اللي عجبك اللي صار ما هيك؟ أنا ما عملت شيء وما غلطت أبداً، هي اللي ما لحابة تضل هون. مراد أنت هلأ عم تنزع العلاقة بيني وبين رفيق عمري، عمل أي شيء وصلح الموقف. المشكلة مو مثل ما أنت مفكر، والنقاش منهي فيها لو سمحت. ليش ما قلتي له لبابا بشو أنا اتهمتك؟ شو خجلتي؟ ليش أنت ما قلت له هالحكي؟ ولا بتعرف إنه ما له صح؟ يلا روحي ودوري على شغل تاني. أسير كيفك؟ طمنيني حياة شو صار معك؟ ما صار شي بنوب. ليش هيك صوتك حياة؟ حملت حالي وطلعت من الشركة، ما عاد عندي شي أعمله بحياتي، يعني شو بدي ساوي؟ ما بعرف ليش الحياة مصرة أنها تعاندني، ما في شي عم يزبط معي، أصلاً ما عاد إلي خلق أعمل شي. أنا كتير متضايقة.
هلأ بتحملي حالك وبتجي لعندي على الشغل فوراً وبعدين منقرر شو رح نساوي. بصراحة مالي خلق أبداً قوم، يعني إذا بتتركيني ساعتين هون ما بتحرك. إيه بس أنا مستحيل أتركك. يلا قومي وتعي لعندي حبيبتي، لأنه إذا ما إجيتي هلأ أنا رح أترك شغلي وإجي لعندك. ماشي حياة؟ أهلين كرم، أنا بمكتبي، تعال عندي. ليش ما بتقدر؟ يا الله منك، وينك هلأ؟ طيب ماشي جاي. ما بتتخيلي قديش مبسوطة اليوم، حاسة حالي رح طير من الفرح. مرام إذا ضليتي عم تترقوصي هيك رح يفكوا القطب والإبرة، رح تشك فيكي. لو سمحتي اهدي شوي. أنا كتير مبسوطة بصراحة، يعني ما بتتخيلي شو صاير معي. حبيبي مراد سمع لحياته هي عم تعيط علي مثل المجنونة، وعرف قديش هي قليلة أدب وبنت شرشوحة. مو معقول حياة تكون من النوع اللي بعيط بنوم. إيه هلا أنا ساعدتها شوي وتهجمنا على بعض. شوفي شو ساويت، مسحت فيها الأرض وقلت لها بعدي عن مراد لأنه إلي. إيه كانت رح تجن من كلامي يا حرام. بعدين شفت مراد جاية وهي ما كانت منتبهة، عرفتي علي؟ وخليته يشوفها كيف عم تحكي، وعملت حالي مسكينة، خليته تبهدلني وأنا ما حكيت ولا كلمة. ومراد أول ما شافها عصب عليه ولا تعي عم اكتبي. ولهيك مواسعتك الدنيا من الفرحة، يعني أنت هازية وموتورة، شو بدك إلك؟ أنت بتعرفي مصلحتك. أكيد وقت بيكون الشي بخص مراد بساوي حرب. أحسنتي، برافو. ومشان حضرتك البنت تركت الشغل. وأنا عم قول لحالي حياة ليش مزعوجة كل هالقد؟ كيف؟ لا حياة تركت الشغل بالشركة؟ هي أحلى خبرية، يا هيك الخبريات يا بلا. شكراً يا روحي. مرحبا. إيه احكي لشوف شو في. والله ما بعرف اذا هالشي مهم. شو يعني كرم؟ ومن شوي دقيت لي وقلت لي في شي مهم بدك تحكيه. انا قلت لك هيك؟ الصراحه انا اللي قلت لكرم مشان يدق لك. اخي انت شو عم تساوي هون؟ سوق اخي، سوق 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 سوق. والله حاسس حالي مثل كاني خاطف خطف. إلا كان خلينا نخطفه عن جد. شو فيها يعني؟ حدا منكم يشرح لي شو الموضوع. كرم ما دخلوا ابدا، انا اللي ساويت خطه لاعزمك على الغدا. شو ناطر؟ يلا سوق، أحسن ما أنا سوق عنا. لا دخيلك. إيه يلا بسرعة. وصفني بصفة عطمة لمنيحة أبداً. قمت قلت له شو قصدك؟ لأنه أنور بيك طلب مني مساعدة؟ يعني ما عرفت شو ساوي. أنتي ما دخلك حياتي، كل الرجال بيساووا هيك، مغرورين وحقودين، وما في زلمة بيعرف يعمل شي غير ينكد علينا. أكيد هي ما بتقصدك بنوب، عم تحكي عن واحد معين. افتح تمك إذا سمحت. بترجعكي حبيبتي، انتبهي وانتي عم تقعدي على التخت مرة تانية، لأنه الشاب عنده كسرين خطيرين وأربعة عاديين كمان. ما تواخذني. بس بتعرفوا شو أكتر موقف زعجني بالقصة؟ حضرته اتهمني أني أنا وحدة خاينة، مشان هيك أنا ما قبلت أني ضل عنده. لو سمحت يا أستاذ قلي، هلأ هذا شكل وحدة خاينة؟ مستحيل، شو هالحكي هاد؟ حياة؟ هلا ابوك المزيف ما نور فيه ولا صاحب الشركه؟ ليش ما حكيتي له كل شيء؟ الزلمه بعت ورانا لحتى يفهم شو صاير، بس انا وياه ما حكينا. لا حتى هو حاول انه يغير لي رايي، بس انا ما قبلت. لك المفروض كنتي توافي وترجعي على شغلك، لانه هي فرصه ما بتتكرر. اللي انت مو معي حق ازعل واتضايق منها. احكي. شبك ساكت ما تحكي. انت عن جد عم تحكي اسير؟ انا لازم كون تقيله ويكون عندي مبادئ مشان يحترمني اكثر ويخجل من عملته ويعتذر مني. تركينا من المبادئ هلا، مو كل يوم بيصح لك هيك شغل حياة. انت ضيعتي فرصة من ايدك. كان فيك ببساطة تخليه يخجل ويعتذر منك قدام. طولي بالك على البنت، ضغطها نازل شوي، حتى لونها مخطوف هلا. كان تصرفك مزبوط، لا تندمي، انت عملتي الصح. المهم لا تتنازلي، وبعدين مندبر لك شغل ولا يهمك. انا مو مشكلتي لاقي شغل، انا مشكلتي باللي صار وبكلامه لمراد. والله ما رح أنسى ولو شو ما ساوى. خلينا نلعب لعبة أنا وياك.
مثلا احكي انت بدون ما انا اسالك. ليش؟ شو بك انت؟ اكيد ما جبتك لهون لانه جاي على بالي احكي بالشغل، مو هيك مراد؟ شو ما بدك انا جاهز. انا بعرف هالشي منيح، بس الشي اللي بدي اعرفه مساعده مساعدتك، ليش تركت الشغل؟ هلا فهمت ليش عازمني. طيب وانت ليش حابب تعرف شو صار؟ هذا الشي رح اقول لك اياه، بس تحكي لي طبعا. يلا لشوف، اللي البنت ليه تركت الشغل؟ بدك تتفاجأ على فكرة، لأنه أنا ما قلعتها. يعني من كتر ما عملت منيح البنت استقالت دغري، مو هيك؟ أنت مفكرني عم بتبلاها، مو هيك؟ بس هي عملت شغلة مستحيل أغفر لها، عم تفهم؟ طلعت وحدة فسادة. كيف؟ عم تمزح؟ عن جد ما عم صدق. بس هات لشوف اللي هي شو الحكي اللي ناقلته؟ بدك تقلي أنت ما بتعرف؟ أساساً شلون دريت بالقصة؟ مو العصفورة اللي خبرتك بالمشروع السري؟ بس مو حياة اللي خبرتني عن المشروع السري؟ بلا هي. لك والله مو هي اللي قالت لي مراد؟ لكن شلون عرفت أنت إذا ما كانت هي؟ تعالى خبرتك؟ أخوك المحترم عم يحاول حالياً إنه يعمل من شركة صارتي علامة تجارية مسجلة. والله أنت غريب، تأكد قبل ما تتهمها للبنت. مبارح شفت واحدة من السكرتيرات اللي جاي مع الوفد اللي اجتمعت فيه انت وحياة بالفندق، وهي اللي قالت لي عن فكرة المشروع السري تبعك، مو حياة. أنور هذا الموضوع ما بينمزح فيه. اي خلصنا بقى، يعني أنا شو مصلحتي إني اكذب؟ البنت ما دخل بالمرة بهاي القصة مراد، ومو هي بنوب اللي قالت لي عن فكرة المشروع؟ قلتي له لو سمحت لا تقول لبابا عن القصة. بس لأمتى يعني؟ رح تنكشف القصة مع الوقت. انتي لازم تحكي مع سونا فوراً. ايه بس هالشغلة أبداً مو سهلة، فيكي تتخيلي موقفها لسونا قدام أبوها؟ يا ترى شو رح يعمل برأيك؟ مو مهم هو شو رح يعمل، الأهم هلأ أمي قولوا لي شو بدي إلها. ما في داعي تقولي لها شي، بتروحي على الشغل مثل العادة وهي ما رح تعرف. يمكن تجي لعندي على الشركة مثل ما سويت اليوم مثلاً. أمي شو ساوي؟ أمي عم بدق، شو ساوي هلا؟ فكري معي، ما بدي أقول، ما بدي أعرف إني تركت الشغل بالشركة. كتي شوفي رح تردي، ما في داعي تتهربي، ردي. استني شوي. شلونك بنتي؟ إن شاء الله يكون شغلك منيح. الحمد لله شغلي منيح أمي، والله عنا ضغط كتير، ومو بس هيك واجتماعات وما بعرف إمتى اليوم بنخلص. إيه حلو، اشتغلي بنتي اشتغلي، برافو. اسمعي، من ساعة حكيت أبوكي وقال لي طالما رحتي وشفتيها واتطمنتي على وضعها يعني ما في داعي تضل هنيك بقى، وأنا كمان ما فيني طول، وبظن ما لها لزوم قعدتي بعد اليوم، صح؟ مشان هيك حجزت بالباص لأرجع. ولك شو هالصوت اللي عندك حياة؟ مين يلي عم يصرخ؟ بس يعني أمي أنا ما بدي تروحي بهالسرعة، كان بدي إياكي تضلي أكتر شوي، بس طالما بابا بده هيك شو بدنا نساوي؟ هاتي عنك. تعي يا روح أمك أنت يا عمري يا روحي. شو حلوين شايفة؟ هلأ رح أرجع وأنا مطمنة يا روحي. سمعت رفيقتك شلون مدحت فيكي بالشغل وقالت حكي حلو؟ أنا فخورة فيكي عن جد يا روحي، فخورة كتير. أنتي عم تبالغي أمي. لا يا روحي ما عم تبالغ، عم تحكي جد. أنتي رفعتي راسنا بين الناس، عن جد برافو عليكي حياة. وقت المصممة مدحت فيكي، كنت عم شوف حالي فيكي أكتر فعلا. وهلأ أعطيني إيدك لبوسة. الله يرضى عليكي يا أسيل. يا روحي أنتي ديروا بالكن منيح، لا تعزبوا فادية ها، وخليكن مع بعض. ايه ما بدي وحدة تزعل من الثانية. ممكن نتزعل ونتخانق مع بعض، بس هالشي ما بيستمر ثواني. كنتي تعي حياتي خاطرك. الله معك، موفقة خالي. الله يحميكم. بدي اياك تسلمي لي على بابا وتبوسي لي اياه كثير، ماشي؟ تكرم. لا تنسي تقولي له اني بسلم عليه. لك يا حياتي انت اكيد رح وصل له سلامك، انت غاليه مثل بنتي حياه، نحن بنحبك كثير على فكره، وكل يلي بحبوا بنتي حياه بنحطهم بعيوننا من جوا. انت هلا صرتوا مثل اهله واعز. ايه صح، ورح امن عليها معكم وارجع وانا مرتاحه كمان، ورح اقول له لابوها تعال شوف بنتك شو شاطره وشلون عايشة باسطنبول ملكة زمانة، وكل الناس بتحبها كمان. خاطري يا سلام. مع السلامة. خاطركم. مع السلامة. لا تنسي تكمي المي ها. يلا انت
انتي وياها، بكفي واقفة على الباب، ما عنا بنات توقف على الابواب ولا تضحك بنص الشارع بالمرة، بوشكن على البيت، روحوا تدوشوا وكلوا لقمة على السريع، وحضروا ثيابكم اللي رح تلبسوها بكرة عشان ما تتأخروا الصبح، يلا بسرعة، فوتوا على البيت، بسرعة. ها، ما صدقنا مشيت خالتي أمينة طلعت لنا الست فادية هلا. أوه، والله ما في أطيب من طبخ ستي. يا عيب شو مالك أنوار؟ تعدوا السلطة شو الطيبة؟ أمي أكيد أنت عم تمزحي. هلأ الطبخ مثل السلطة؟ بعدين أنا جسمي بحاجة طاقة كتير. ولا تنسي إنه طبخ ستي ما بيتقارن بالسلطة تبعك. تفضلي. خلاص أنوار؟ إيه، أنت الخسرانة تصطفلي، وأنا باكل الطنجرة كلها إذا بدك. أمي؟ نعم. هلأ المشروع اللي بده يساوي مراد بالشركة من وين عرفتي فيه انتي؟ مو ضروري تعرف منين عرفت. طيب لو قلت لك اني حابب اعرف، يعني ما رح تقليلي مين اللي قلك؟ مستحيل قلك. لك خلص امي، شو في يقليلي؟ من ورا هالقصة في صبية خسرت شغلها. لا، مين اللي خسرت شغلها؟ حياة، بتكون بنت رفيق بابا. بس انا ما فهمت هي شو دخلها بهالقصة. لك اخي قال لي كمان منين عرفت، ولما قلت له العصفورة فكر انه هي. اخوك مراد كان لازم يحسب هالحساب قبل ما يخطط من ورا ظهرك وظهر ابوك، وانا مستحيل اقول لك مين قال لي لاني بصراحة ما بقدر. ها، بس هلا مو هذا المهم، لانه بدي اياك هلا تصير تعرف كل شيء بخص هاي الشركة، لانه انت مثل اخوك من حقك تكون الكل بالكل كمان. بس إذا بدك عن جد تعرف مين اللي قال لي، فممكن ريحك وقل لك مو حياتي اللي خبرتني بنوب. خير، شبك حياة؟ ليش هيك قلبي خلقتك؟ حاسة بالذنب لأنه كذبت على أمها، ما قالت لها شو صار، وأنا معك. بلا حكي فاضي هلأ، أنت كنتي مجبورة تساوي اللي عملتيه، ولو ما حكيتي هيك كنتي هلأ رجعتي معها على الضيعة. لا، مو هي المشكلة. يعني هلأ مو حاسة بالذنب؟ ما فهمت عليكي. حاسة بشعور غريب اليوم، كأنه أنا عايشة بفراغ كبير وعم يقتلني شوي شوي. متضايقة كتير ومزعوجة وضايقة خلقي كمان. يمكن ما تحملت اللي سوا فيني مراد اليوم، هاني وحسيت ما دافعت عن حالي منيح. متضايقة من مراد ولا مشتاقتي له؟ يعني ليش لحتى اشتاق له بيسان؟ بصفته شو؟ انتي فورا بروح تفكيرك لبعيد على فكرة، شو هالحكي هاد؟ اصلا هو مغرور، ما في ولا خصلة منيحة، وهو ما بيهمني ابدا. مو حياة اللي خبرتني عن المشروع السري. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni atın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa. Şarkı vardı neydi la la. واو، طالعة صغيرة العقل بتجنني. ايه قلتيلي في شباب حلوين بالحفلة، بسرعة لكن ما بدي اتأخر عليهم بنوب حياتي. وقفي، لأنه ما في حفلة. أنا كذبت عليكي،
عصبتي مني؟ يلا عصبي مني يلا. قولي لي كيف يعني ما في حفلة هون؟ انت بتعرفي مع مين عم تلعبي مرام؟ ايه بعرف طبعا، عصبي وفي الشيخ اللي اكفيني، مستحيل ازعل منك انا اصلا. اسمعي حبيبتي، انا اليوم مو ناقصني ناس مختلين. من وقت اللي قلتي لي شو صار بحياته انا كتير مبسوطه. مراد جوا وانا لازم فوت واعمل فيها زعلانه، بس ما عم بقدر، كل ما اجي لفوت بتضحك كتير بصراحه، ما عم بقدر سكر تمي من الضحك. حاجه بقى حكي فاضي، انت بحياتك ما بتصيري بني ادمه، بعدين هي الجلعصه يلي حاططيها بين شيء ابيض وشيء احمر، وشعرك مضروب بالخلاط شكله، وجسمك مانو متناسق على فكره، وعيونك هلا مورمين من تحت مبجبجين. نوران قولي انك عم تمزحي، معقول انا هيك؟ لو بدي اياكي تنقهري كنت بقلك صار وقت البوتوكس، وانت طبعا بلا بوتوكس ما بتنتصي، تطلعي بشعه وشك لئيم. روحي الله يسامحك. خدي هي محرمة، دموع التمسيح مسحيهم، مو حرام وحدة مثلي أنا تنحط بهذا الموقف؟ وقحة. امشي تضربي بهالموديل. مراد انت كمان هون؟ انا ونوران اجينا نغير جو، شايفه على هالصدفه؟ قلتي لي صدفه؟ اذا بدك فيكي تقومي تجيبي شي مشان تشربي يلا. انا بس بدي بعرف شي لحالي، فهمتي مرام؟ بس هلا انا حابه انتقم منك شوي. اكيد عم تمزح. لا ما عم امزح، مرام اجت لهون مخصوص مشان تشوفك مراد، وقالت لي في حفله بتجنن وكلهم حلوين. مو هذا الشاب الحلو اللي اختاروه هديك السنة ملك جمال بحفلة آخر السنة؟ ايه بجوز هو، لروح لكن أنا أشوف شغلي وانتو عدوا مع بعض. مو صدفة، بدي شوفك لأنه انشغل بالي. كيفك هلأ؟ منيح ماشي الحال. عرفت شو صار اليوم وتوقعت تكون مو بالمود، صدقني أنا كمان مو مرتاحة، حتى حسيت بعد اللي صار اليوم مع حياة بالشركة إنه أنا السبب يعني. لا أنت مالك علاقة، هالشي كان بده يصير وصار. زعلت على البنت مو بإيدي، يا ريت لو كانت شوي جدية بشغلها بجوز ما كانت صارت هالقصة. لا لا تزعلي عليها، أخذت نصيبها وراحت. يلا تعي نرقص. اوف بكفي بقى خلاص، ايش بكون كانه قاعدين بعزا نحنا. يلا قوموا خلونا نعمل شي. مو جاي على بالي اعمل شي بنو. اسمعوا تلعبوا طاوله؟ ما بحبها كتير. شو رايكم نشوف فيلم؟ شو بتحبي تشوفي؟ تحضري فيلم بوليسي بنسيكي اللي صار؟ اه شو ما منعرفك نحنا، هلا بس يبلش الفيلم بتقلي لنا شو بيصير، وبتضلي تحكي وتحكي وما بتخلينا نفهم بنوب، الفرجة معك بتموت. حياة، شو رأيك نشوف فيلم كوميدي؟ موافقة؟ أسيل، أنت ما خرجك أفلام كوميدية بالمرة بتجيبي لي اكتئاب. ما بتستوعبي دغري أي نكتة، بضل ساعة أشرح لك إياها وبعدين بمل وما بتوصلك. لكن أنت قولي شو بدك، احكي شو بدنا نعمل واقترحي علينا. بس نحنا لازم نساوي شي بدها يا حياة، شو جاي على بالك تعملي حياة؟ بس قولي لنا والله منساوي لك يا دغري. صدقيني أسيل أنا هلأ ما جاي على بالي ساوي شي، انتي تسلي مع بيسان، أنا مالي خلق لشي اليوم. هرا أنا برأيي إنه حياة كتير عم تكبر الموضوع، يعني وين المشكلة؟ بكرة مندبر لها شغل جديد. الشغلة سهلة أصلاً، بس تلاقي شغل أمورها بتنحل. يا هبلة، مو الشغل يلي مخليها هيك، العشق، وهي كمان مانا منتبهة على حالها. ليكي اسمعي، بما أنه هي عشقانة نحن شو منكون؟ نحن شركاء. منعالج الوضع. شو لكان؟ احكي. قلك شو رح نكون؟ مهرجين، يعني مشان نخلي حياة تضحك شوي رح نمثل أدوار بتضحك. يلا تعالي. آه.
يلا دا يلا. Geceden kalmayım sanki dünyam bir basın. Ne oldu ne olacak? Ente şu bıda kula. Ruhumda bir nasıl esiyor kalbimde mazinin rüzgarı. Sevdim bir kadını yollarım şaştı. Geceler boyunca aradım sabahları. Bir yandım bir söndüm. حضرتك فهمان الموضوع غلط. بترجاك اسمح لي اشرح لك. سمعت اللي سمعته بس كان في قبله. برأيي اللي سمعته بكفي. ما بعرف مين حكى لك وشو اللي انحكى لك عني، بس عن جد حاسه انه عم يلعب علي. اذا قصدك على انور بيك، ما كان في شيء من اللي ببالك. هو طلب مني مساعده وانا. انت الغلطان يا مراد بيك، لانك ما بتعرف انا مين. انا بعرف حدودي كتير منيح، وبعرف شو اللي مسموح الي وشو اللي لا، وما بسمح لك تتخطى حدودك. شو هو الشيء اللي شغلك من الصبح؟ عم فكر. بما انه شردت هالقد معناتها الموضوع خطير. أه
بدي أسألك كرم، أنت شو رأيك بحياة؟ كونك حكيت معي يعني. آها، اسمعني شو بدي أقول لك، وأنا عم حكيك كوني صديق مو شوفير. أيوة. وأنا سألتك كونك صديق مو شوفير. فظيعة، بتجنن، حلوة وكلها طاقة وحيوية، يعني بصراحة ملفتة للنظر وجذابة كتير. وأنت كل هدول شفتهم فيها؟ شو يعني أنا عم بحكي من عندي؟ هي عن جد هيك. حتى لو كانت ملكة جمال، اللي شفته منها ما حبيته. وانت كل شي بتشوفه بتصدقه؟ لا. ايه شو هالتناقض اللي عايش فيه لكان؟ طيب انت ما قلت لي هلأ ليش مهتم كتير بهاي البنت؟ عادي، مالي مهتم. مو مهتم؟ صدقتك. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet uyumundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz.